نعم بارك الله فيكم. نصيحتكم للاستغلال هذه الأيام المباركة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وتجديد التوبة مع الله عز وجل. نعم، هذه الأيام أيام رمضان أيام مباركة، هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن، شهر تزاد فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات ويصفد فيه الشيطان عن أهل الإيمان، فهو شهر عظيم يمكن الله عباده المؤمنين فيه من فعل الخيرات والإكثار من الحسنات، فهو فرصة في عمر المؤمن وفي حياة المؤمن لمن وفقه الله عز وجل. نعم.